مرحبا صبايا، كيفكن؟ اليوم معكم فيديو جديد مع انا هيك مع دادو. وطبعا كمان مرة بتشكر كل حدا اجا عندي، صديق او صديقة عندي على القناة. بتشرف فيكم كلكم، كلكم على راسي. وبتشكر كمان اللي قبلوني عندهم بقنواتهم، كمان مرسي لعلكم كتير. ونفوت اليوم بقى، نفوت بقى بموضوع الاكل تاعتنا. اليوم هنعمل ورق عنب لبناني على طريقتنا كمان. فالمكونات اللي هي نص كيلو ورق عنب، لحمه مفرومه، كيلو رز، لحمه بس هي بقلبها كمان، مع يعني اللحمه هاي بقلبها عظم وهيك شغلات، لان هي اللحمه اللبنانيه لازم يكون بقلبها عظم وبقلبها سمين او دهون، هي هيك بتتاكل. او لو حدا عنده لحمه راس كمان بتنفع معها، بتصير كتير كتير طيبه. يعني لازم الورق العنب اللبناني اللي بيتعمل باللحمه المفرومه يكون بقلبه لحمه راس، لحمه ضاني، هيك شغلات. يعني هي اللي بتحليها، لان هي بتحط بارديه الورق العنب. هنفوت بالمقادير طبعا لحمه حسب الكميه اللي بدكم اياها، بصله كبيره مفرومه، كيلو رز او حسب الكميه اللي بدك اياها، نص كيلو اقل اللي بيعجبك، نص كيلو لحمه مفرومه، نص كيلو ورق عنب، زيت، البهارات بقى، توم باودر وبصل باودر، بهار اللحمه 7 بهارات، بابريكا، مكعب ماجي بس فوريه بودره، يعني فلفل اسود، ملح. اوكي خليكم معنا نفوت بالتفاصيل. هالبصلة مثل ما قلت لكم، وهالبهارات اللي هي بهار اللحمة، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، 7 بهارات، فلفل اسود، ملح، مكعب ماجي اللي هو فورية بودرة، يعني هنكبهم على البصلة مثل ما نكون شايفين. وهندعك البصلة هيك بايدينا، شايفين دعكنا البصلة هيك، فحطينا مع البهارات كلها. هننزل باللحمة المفرومة طبعا، انا كمان هنفركهم كتير منيح مع بعض. طبعا انا شلت اللحم الشقف والورق العنب، ركنتهم على جنب لانه ليك لهم خطوات تانية هورجيكم اياها. سلعب ورجيكم خطوات الرز كمان نعملها هيك، نفركها كتير كتير مع البصلة ومع البهارات كتير منيح. بايا ليكو، فركناهم كتير التوابل مع البصل مع كل شي. هننزل هلأ بالرز عليهم مغسول طبعا. طبعا انت بدك اقل من كيلو حطي، بدك اقل من المفروم هيدا حطي، ما بدك تحطي لحمه. بس هننزل هيك بربع كبايه زيت، ما كتير لان اللحمه بقلبها دهون وهتكب الدهونه بقلبها. اوكي نفركهم هيك ببعض. بدك ما تعملي لحمه شقف مثلي او لحمه راس او هيدا، ما بدك يعني تغرمي حالك مصاري وهيك، اعملي باي شيء. يعني انت خدي طريقه الرز واحشي فيها الورق العنب واعملي باللي بدك اياه. عندك شقفه لحمه صغيره حطيها، ما بدك تحطي اللحمه وبدك تعمليها بس بلحمه مفرومه، اعملي انه ما تخلي شيء يوقفك، كل موجود عندك اعملي. بدك الطريقه المضبوطه مثل ما انا عم بعمل، اوكي اعملي. ما فيها الامكانيه اعملي على قد امكانياتك، وكيف ما يعني كيف ما عملتي هيطلع حلو، وبالنهايه كتر خير الله يعني هيعجب ولادك وهتطلع طيبه كثير. هنفرك اللحمه بالرز كتير منيح مع بعض. بايا ليكو، عملتن قلبتن كتير منيح كلهم مع بعض. هلأ هنروح على النار مع اللحمة هاي، لان لها طريقة معينة هتتعمل فيها، كمان هورجيكم اياها. هنروح مع بعض على الغاز ورجيكم كيف الطريقة اللي هعملها فيها. اوكي خليكم معي. هلأ صبايا انا نزلت باللحمة مع شوية زيت بالطنجة مثل ما انكم شايفين، وهنزل عليها فلفل اسود هيك، وهنزل عليها هيدا ورق غار وحب الهيل وروزماري مطحونين مع بعض، هنزل عليهم هيك. وهنزل بشي نص معلقة خل، وهقلبهم اعطيهم صدمة لاحشي عليهم ورق العنب. يعني رص على هون ورق العنب، بعد ما اعطيهم صدمة هلف ورق العنب ورصه على الطنجرة هاي. اوكي أكلة كتير طيبة، ويعني هتعجبكم هيدا المحشي كتير كتير طيب، وإن شاء الله هيك بيعجبكم ويطلع حلو يعني معكم. صبايا أنا عطيتها صدمة هلأ، وهلأ عطيتها هيك صدمة يعني، وهلأ هبتدي لف ورق العنب وحطه عليها، بس هورجيكم الطريقة بعد. خليكم معي طبعا، إذا عجبكم الفيديو بليز لايك وشير وتفعيل القناة الجرس ليوصلكم كل شي جديد مني. أوكي هلأ صبايا ليكو كيف رسمناها، شوفوا كيف رصيناها. وطبعا هالعيدين
انا كنت مفرزته وحطيته تحت اللحمه. ورق العنب كمان على فكره هيدا انا كنت مفرزته كمان وشايلته بالفريزر، يعني ماني شاريته ولا شيء، هو عندي من البيت، كنت شاريته قبل ساعه موسمه يعني، وفرزته وشلته. اوكي يعني ماني شاريته هلا. وهاللحمه هنكب الحامض هيدا اللي هو ليمون، هنكبهم هيك هيك، وهنبتدي نحشي الورق العنب ونحطه هون. اوكي خليكم معي. هالحشوة هنجيبها، هلف معكم بس كم وحدة لورجيكم، وانا هكمل الباقي بعدين. هلفها هيك سويها هلا، وكل ما لف شد بايدي واتك عليا كتير منيح لتقسى. كل ما لف لف واتك عليا لتقسى، لتصير هيك شفينا. وكل طبعا ما فيك تزغري اعملي هلا، كل وحده حسب ما هي بتعرف. في ناس يعني اختي بتعملها كتير هالقد هالقد، بتعمل الوحده حسب بقى كل وحده كيف بتحشيها، ناس بتحشيها حبه كبيره، ناس بتحشيها حبه صغيره، بس طبعا هو يستحسن الحبه الصغيره لا يعلى عليها. بس هي طبعا بقى امكانيات كل وحده حسب حرفتها بالموضوع، يعني فيها قد ايه تعملها الحبه. شايفينها هيها، اعمل بعد معكم وحده. وطبعا اذا كانت الورقه كبيره بنقسمها شقفتين، ليكو نقسمها هيك شقفه عشان طبعا كتير كبيره. انا عارفه طبعا ما بيطلع معي صوت قران بالفيديو، بس انا دايما لان اكتر وقت بعده بالمطبخ، فدايما القران عندي شغال ليل نهار ما بينطفي بالمطبخ، لان اكتر وقت بقعد فيه بالمطبخ، فبحب اكتر شيء اسمعه هو القران. طبعا بسمع اغاني وكل شيء، بس يعني يعني يفضل اكتر شيء اسمعه دايمتي تسمعه هو القران، فعشان انه انا عارفه انه باغلبيه فيديوهاتي عم بيطلع الصوت. وطبعا اذا عجبكم الفيديو وعجبكم ورق العنب، بليز لايك واشتراك وتفعيل القناه وتفعيل الجرس، سوري. ليكو هكمل وارجع معكم، هناخدهم هلا هول، هنرصهم هون هيك. اوكي وهنمليها كلها بنفس الطريقه، هكمل وارجع معكم. بليز لايك، ما تنسوا. هلا صبايا مثل ما انكم شايفين حطيتها على النار، هانزل هلا المي السخنة، بس هانزل بشويش عشان الصوابع ما يفكوا من بعض، صابيع المحشي. اوكي هلا صبايا هنتركهم مثل ما نكون شايفين لغايه لما تغلي وتتشرب المي تاعيتها، ههدي عليها مثل اي محشي عادي بنعمله. اوكي هاتركها هلا تغلي، وانا زودت لها مي سخنه بس لان بهاراتها لحماتها كل شيء بقلبها. هاتركها تغلي تغلي كتير منيح وتتشرب المي، اول ما بتبتدي تتشرب المي ههدي على نار هاديه مثل اي محشي عم نعمله. هلا صبايا خلصنا مثل ما نكون شايفين هيدا شكلها، بس هنضطر نقلب الطنجرة بالصينية هاي، بدي اقلب الطنجرة بالصينية هاي. اوكي خليكم معي. انا المفروض هلا هيك عم بقلد الشيف بوراك. بس لا صراحة احنا عنا ببيوتنا ببيروت لما بنيجي نعمل ورق عنب باللحمة لازم نفضيه بصدر اللي هو هيدا بتسموه صينية، يعني لازم نفضيه بهاي. وبنفس الوقت عم بقلد الشيف بوراك اللي هو التركي، فنشوف بقى 1 2 3 كيف هيطلع المنظر، الله يستر يعني. يلا 1 2 3 واو، شو رأيكم بهيدا المنظر؟ شايفين؟ ليكو عن جد شي بشهي بشهي، يا دلي شو طيب بتجنن. خليكم معي بس لشيل العروش هاي من عليها وورجيكم. صبايا المنظر هيدا شو حلو، شايفينه؟ شايفين؟ هبقرب لكم الكاميرا. ليكو ليكو اللحمة، ليكو العظم، واو عن جد شي بشهي. شايفين؟ شايفين؟ ليكو ليكو واو شو طيبة. ليكو هلا هيدا طبعا هيدا المنظر العادي ببيوت اللبنانيين بنفضيه بهيك، فهيدا طبعا مش اتيكيت، بس احنا بنحبه هيك صراحة، وبنجيب صحون وبنحط بقلبها، كل واحد بيحط كم وحدة كم وحدة حبة ورق عنب
وبناكلها يعني بقلب سخون، بنقدم سخون وبنحط شوي بقلبها. فانا هورجيكم المنظر الاتيكيت. بس انا قلت حاول اقلد بوراك، بس لا والله ما عم بقلده. كل اللبنانيه بيعرفوا هالشيء. نحن لما بنيجي نعمل ورق عنب بنفضيه، هيدا اسمه صدر عنا او صينيه يعني، فبنفضيه. فهلا هورجيكم المنظر الاتيكيت. بس انا شايفين الحبه هاي شو صغيره، شايفينها هاي بنتي كنوزه يعني، بنتي الصغيره هي عملتها، شايفين قاعده عملت لي 6 حبات. اوكي هورجيكم هلا المنظر الاتيكيت. صبايا جيت لكم هلا بالصحن، المفروض انه هيك يعني اتيكيت، المفروض هيك قدم مش قدمه بالصدر الكبير، بس انا قلت ورجيكم المنظر كما هو يعني مثل ما هو ورجيتكم اياه ومثل ما كان المفروض. فهلا هيدا هيك صحن التقديم مثل ما انكم شايفين. وطبعا ما تنسوا اذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك وتفعيل القناه وتفعيل سوري الجرس، ضلني اقول تفعيل القناه سوري، تفعيل الجرس والاشتراك واللايكات. بليز اللايكات يستحق يعني، متهيألي هيك منظر يستحق اللايكات يعني. شايفين حتى اللحمه هيكينا، شايفين مستويه كيف، ليك هيدا وينك انت تاع، ليكو 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 كيف زغطور قد ايه صغير. هيدا بنتي الزغطوره هي عملتهم، عملت شي 6 وحدات. فالمهم اذا عجبكم الفيديو، وطبعا الطريقه كتير طيبه وريحه البيت كلها بتجنن من ريحه ورق العنب هيدا. فاذا عجبكم بليز لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل شي جديد معي انا، واللايكات بليز بليز مع كل كومنت حلو، يا ريت لا يا ريت لايكات كتير. اوكي ميرسي كتير، كان معكم انا هيك مع دادو، ميرسي كتير، باي باي.